مرحبا، أنا ماريا دعلوش، قلت لكم قاعدة بالبيت، يلا سوا نقرأ قصة أريد فستانا له ذيل. أنا كتبته ورسوم جمان غزال والناشر كاتب ولماتي. مطلت هذه القصة اسمها الأميرة دانا بنفسج لانا. في ليه مثلكم بنفس عمركم، تحب الأشياء تحبوها، بتدعم الأشياء اللي انتو تتضايقوا منها. لونها المفضل هو البنفسجي، الحلمة المفضلة عندها هي آيس كريم التوت أو الآيس كروت. هذا هو العالم الجميل الذي تجري فيه أحداث قصتنا اليوم، يلا نقرأها معا. سلسلة الأميرة دانا أريد فستانا له ذيل، من كتابة ماريا دعدوش ورسومات جمان غزال والناشر كاديو رمادي. مامي زيزفونا هي استيقظة، اليوم هو احتفال الشوكو فواكي السنوي. ما رأيكما، هل أرتدي فستاني البنفسجي المنقط أم فستاني الأبيض؟ لا لا، عرفت، سأرتدي فستان زهرة البنفسجي الواحدة، إنه الأجمل، إنه فستانسجي. في طريقي مررت بأصدقائي، سألتني تينا: دانا، لماذا فستانك ليس له ذيل؟ أنت أميرة المدينة، في احتفال الشوكو فواكي الجميع يتوقع منك أن ترتدي فستانا بذيل طويل. قاطعها مشمش: البسي فستانا له ذيل طويل كي يتعثر فيه الناس من خلفك. قلت في نفسي: لو أردت أن أحضر الاحتفال اليوم فعلي أن أجد فستانا له ذيل كما قالت تينا. بحثت عن بابا فوجدته في حديقة البنفسجي خلف القصر. قلت له: بابا، أنا الأميرة ابنة الملك شهد بنفسج لانا، والجميع ينتظر مني أن أرتدي فستانا له ذيل. فستان له ذيل؟ حك بابا لحيته بيده قليلا ثم أكمل: لا أظن أن هذا ما ينتظره منك الجميع يا أميرة. قلت: بل ينتظرون فستانا له ذيل ولا شيء آخر أبدا أبدا. أريد فستانا له ذيل، قلت لعمتي تمارا: أنا أميرة المدينة والجميع يتوقع مني ذلك. قالت عمتي: سأبحث لك في دليل الأميرات عن عنوان شروط فساتين الاحتفال. لا شيء عن فستان له ذيل. قالت عمتي: اذهبي بفستانك هذا إنه جميل. جدتي الكبيرة كتبت في دليل الأميرات كل شيء، لماذا نسيت أن تكتب عن فستان له ذيل في الاحتفالات؟ يبدو أنه لا أحد هنا يريد أن يحضر لي فستان له ذيل. وجدتها، سأصنعه بنفسي. مامي زيزفونا، هيا بنا، الوقت ضيق وأمامنا عمل كثير. قالت مامي بصوتها المنخفض: سأوزع زهرات البنفسج على غطاء الطاولة. وقالت زيزفونا: مامي وأنا نفهم لغة زيزفونا، تقول أنها ستلصق الزهرات على ذيل الفستان. وأنا أمسكت المقص وقصص فتحة في وسط غطاء الطاولة، سيكون هذا فستانا رائعا. عنابة، ما رأيك بفستاني؟ أجابتني عنابة: في الحقيقة إنه طويل وقد تتعثرين عندما تمشين به. قاطعتها: على العكس، عندما أمشي به سأكون مرتاحة جدا جدا جدا. لا أدري كيف ظنت عنابة أنه غير مريح. لم أعتد المشي بفستان له ذيل. بدأ الاحتفال واتجه الجميع نحو آلة الشوكو فواكي في حديقة القصر ليضعوا فيها الفواكه التي زرعوها طوال العام في بساتينهم. تخيلت الشوكولا اللذيذة التي ستخرج من هذه الآلة بعد قليل، ولها أشكال الفراولة والتوت والمشمش والمانجو وغيرها. وضع الجميع الفواكه في فتحة في جانب الآلة، ثم نثر لوز حارس القصر اللوز فوق الفواكه، وبعدها
قام والدي الملك شهد بنفسج بسكب عسل بنفسجي الذهبي اللذيذ على الخليط، وقمت أنا بهز شجرة الكاكاو حتى تتساقط حبات من أغصانها إلى داخل إبريق الآلة، لكن لم يلتفت أحد لفستاني. قلت لبابا: أرجوك اضغط زر تشغيل الفاكهة، أريد أن آكل شوكو فواكه لتسعدني. فجأة خرج ضجيج قوي: لقد ضغط مشمش رمان على زر تشغيل دون قصد قبل إحكام الغطاء عليها. بدأت الفواكه تتطاير خارج إبريق الآلة كالمطر، وفر الجميع بسرعة بعيدا عن الآلة. نزعت ذيل فستاني وغطيت به رأسي وأغلقت آلة الشوكو فواكه. هتف الجميع من حولي بحماس: دعنا بنفسج لنا، أحسنت، هذا ما ننتظره من أميرتنا. بتمنى تكون عجبتكم القصة. هذه السلسلة فيها 5 أعداد حتى الآن، وإن شاء الله المزيد بالانتظار.